مساء النور متتبعي الاوفياء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده باذن الله، ونكون دائما خفيفه على قلوبكم، نكون على حسن الظن ديالكم. وكنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى تشجيعاتكم وعلى التعليق ديالكم زوينه واللايكات ديالكم والهلا خطيكم عليا احبابي الغاليين، وكنموت عليكم كنحمق عليكم كنقرا التعاليق ديالكم. شكرا بزاف لكم، حتى انا توحشتكم وكنموت عليكم وغنبقى ديما كنموت عليكم. متتبعي الاوفياء، اليوم جيت نتكلم على واحد الموضوع كما كتشوفوا شفنا واحد لا فيديو اللي اثر فينا جميع واللي ضرنا خاطرنا بزاف بزاف على السيده اللي ماتوا لها وليداتها بسبب يعني ما هذا السبب هذا ما كنتش يعني كنتظره نهائيا وما عمرني توقعت غيكون سبب اللي خطير وغادي يقدر يعني يدي بالوفيات الناس وبزاف ديال الاشياء. يعني في الحقيقه السبب كنت ما عمرني استغربت في الحقيقة مني سمعت يعني هاد يعني هاد الفاجعة بسبب يعني بسبب ديال هاد الشيء هذا اللي كنت انا ما عمرني توقعته يكون خاطر وما عمرني ظنيت يوما ما شي حد غيموت بسببه ولا غادي يتضر بسببه، اللي هو في الحقيقة الويفي اللي بزاف منا كيخدموا الويفي وبزاف منا ما كيطفيوش يعني كيبقى يعني 24 ساعه على 24 ساعه في يعني في الضو. ما عمرني توقعت يعني دائما كندير احتياطاتي من ساجور كندير احتياطات ديالي من بزاف ديال الاشياء، فمؤخرا اكتشفت يعني جوج اشياء اللي يعني تا هما خطر ويقدروا يؤديوا بالوفيات ويقدروا يؤديوا بالفاجعات كبرى ويقدروا يعني يشعلوا العافيه في ديور الناس ويعني الانسان يترزف وليداته ويترزف بزاف ديال الاشياء اللي هما الويفي والماكينات الصابون. يعني انا مؤخرا شفت لا فيديو ديال الفاجعه ديال المسكينه الاخت اللي ماتوا لوليداتها، من هذا المنبر كنقول ليها بركه في راسك والله يجعل محبتهم بالصبر والله يصبرك، وراه ماشي سهله ماشي سهله في الحقيقه تفتقدي وليداتك. الله يصبرك والله يكون معاك. وما عمرني كنت كنتظر ان الويفي غادي يدير يعني كارثه، يعني راه في الحقيقة كارثة، والله يصبرك والله يشوف من حالك والله يعطيك الصبر الله يبرد عليك. هادشي اللي غادي نقدر نقول. وكنت شفت عاوتاني واحد البوست ديال واحد الأخت اللي كانت صورت الماكينة ديالها كانت خدامة حتى تشعلت فيها العافية ماكينة الصابون، فهادو ما عمرني انتظرت. يعني دايما كندير احتياطاتي من الضو من بوطة يعني وكندير احتياطاتي ديالي حتى من الصاج، ولكن بالنسبة يعني الويفي وبالنسبة لماكينة الصابون ما زعما اخر حاجة كنت غادي نفكر فيها. فمن هنا غادي نشوف واحد المقطع ديال الاخت اللي ماتوا لها وليداتها مسكينة والفاجعة ديال الويفي اللي كانت سبب في مقتل الاطفال. فالحقيقة الله يعني فيديو مؤلم مؤلم بزاف، وهذه نصيحة ليا ليكم كأخوتي وحبابي وأصدقاء ديولي، فردوا بالكم من الويفي اللي كيأدي يعني المخاطر كبيرة. كان احنا يعني منه كنستافدو يعني وكنطلقوا الانترنت وبزاف ديال الحوايج، ولكن المخاطر ديالو راها وخيمة وخيمة بزاف. فالإنسان يرد باله وعلى الأقل يبقى يطفيه واحد المدة شوية يرتاح ومنها يبرد الساج وما يسخنش، ومن بعد الإنسان يولي يشعل ويخدم به كالعادة. فانا في الحقيقه من النوع اللي كيبقى 24 ساعه على 24 ساعه ما كنطفيش، وكان يعني واخا بلي ما كنطفيش كنخليه خدام. ففي الحقيقه يعني تفاجات بزاف من هاد الفاجعه، ويعني وجاني واحد التخوف وقلت نشارك معكم هاد الفيديو هذا باش نتوما تردوا البال وليداتكم وتردوا البال راسكم، والله يحمينا ويحميكم والهلا يعطيكم شي حاجه اللي تضركم، ويا ربي تصبر داك الام وتصبر جميع الامهات اللي وقعت لهم يعني وقعت لهم شي وقائع اللي صعيبه وخطيره وفقدوا فيها ناس عزاز عليهم. فغادي نخليكم على فيديو. كنوصي الناس ما يديروش الويفي نهائيا، ما عندهم ما يديروا بالويفي، راه يحرمهم من الكبده ديالهم. الحرقه اللي في قلبها انها طلبت الناس ما يديروش الويفي راه غادي تحرقوا في الكبده ديالهم. وفي الحقيقه الرساله ديالها يعني قويه وكتصدر في الخاطر، فالله يصبرها. هادشي اللي غادي نقول. ابوي يجيبوا صداني ومع ساعات المكانه والويفي طرطق عليهم وليداتي مشاو لي. حظ الله عافاكم، ردوا البال وليداتكم،
بالخصوص كنخرجوا نتسخروا، كنخليو وليداتنا في الدار، يعني ما كنكونوش كننتظروا يعني اي حاجه، اي حاجه واخا ما تكونيش شاكه فيها، يعني في هذا الوقت هذا شكي فيها، لان راه دابا يعني اخر حاجه انا كنت بعدا غنفكر فيها هو الويفي غادي يشعل العافيه، واخر حاجه يعني حتى هي اللي غادي نقول اخر حاجه نفكر فيها تشعل العافيه هو يعني مثلا ماكينه الصابون. انا هادو جوج اشياء شفتهم في الحقيقه صعاب، يعني اخر حاجه تفكري فيها دابا، يعني اخر حاجه تفكري فيها ردي بال منها. والله راه زعما صعيب صعيب، الله يحسن العوال الام ديال هاد الاطفال اللي ماتوا، يعني الانسان يقول بناقص من الويفي اللي غيخسر وليداتو بزاف ديال الاشياء، فالانسان يرد باله بزاف. ما كاينش معنا متابعين اطفال ديال الام، الله يصبرها ويكون معاك. طلب باقي مجيان الا الصلاه، وليداتي مشاو ليا، دابا يعوضني الله في الوليدات ويعطيني الصبر سيدنا ايوب. طابلة وصندريات ديالها كل شيء، ما بقاش فيا هاد الشيء، نعس انا وليداتي غير في الزنقه، بقاو ليا الوليدات اللي مشاو ليا عبد الله سبحانه، هما اللي قتلوني، الله يحفظهم، هما اللي جرحوني، الله يحفظهم ويستر. تنضرب في الشوايه مرمي، السيده مسكينه كتقيل خدامه في الشوايه باش تجيب يعني رزق معاش لوليداتها باش يعيشوا مرتاحين وهانين، يعني كتضرب يعني الكرفي كيف ما كنقولوا على وليداتها، وفي الاخر تفتقد وليداتها بسبب شيء بسيط اللي هو الويفي، اللي هو مخاطر ديالو كبيره ووخيمه بزاف عليهم. من 9 حتى 8 يعني 19 عام وانا خدامه، كل نهار كنخليهم، ما عمرو ما طرا هادشي الا الويفي اللي غدرني. يلا خلصتو الويفي، درتو ليهم جديد، الشارجور ما عرفوش يحيدوه، سخن طردك ليا في الدار عند وليداتي، حرقتهم تحرقوا ما الصاله، كلشي مسدود باقي مجيان الا الصاله، وليداتي مشاو ليا، دابا يعوضني الله في الوليدات ويعطيني الصبر سيدنا ايوب، ويدعوا معايا المؤمنين للصالحين. كيف ما كتشوفوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يصبرها والله يرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة ومن الفردوس الأعلى. كيف ما كتشوفوا الأم مسكينة مجروحة على قبل وليداتها ومدمرة على قبل وليداتها، وأي واحد فينا أكيد غيكون في هذه الحالة هذه، غادي يكون نفس الحالة وأكثر، فالله يحسن عوانها والله يشوف من حالها. يعني الأم يعني كتبكي الدم، كتبكي الحجرة والله العظيم. نجي مع المغاربة الزلقة، دير الخزانة عند الزلقة، هانتوما ما عندي فين نعس. كيف ما كتشوفوا فيديو مؤلم بزاف، والله يصبرها والله يشوف من حالها والله يعطيها الصبر للمؤمنين. وهذه نصيحة من اختكم نجوى والاخت اللي مسكينة تزات في وليداتها، الله يرحمهم. ردوا بالكم، انا بدي من اليوم ابتداء من اليوم غادي نرد بالي من يعني من الويفي، لان ما في الحقيقه ما كناش اخر حاجه انا قلت لكم كنت كنتوقعها، لكن الواحد يدير الاحتياطات ديالو، حدا وليداتكم من الساجورات، حدا وليداتكم من هاد الويفي، حدا اي حاجه كتخدم بالضو، حدا وليداتكم وديروها في الوقت اللي تكونوا نتوما في الدار، والوقت اللي ما تكونوش لا داعي ان قاعد تستعمل، فالله يدير شي تويت الخير، والله يسمعنا اخبار الخير للجميع، والهلا يورينا في شي حد شي حاجه تضر. هادشي اللي غادي نقدر نقول، وغادي نخليكم على فيديو حتى الاخر. نتمنى هذا الفيديو يكون لاستفادة جميع الناس، يردوا بالهم لوليداتهم، والله يصبر هذه المرأة، والله يكون معاها، والله يوقف معاها، والله يرحمهم ويجعلهم من طيور الجنة بإذن الله. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. غادي نخليكم مع الكمالات الفيديو. الدار محروقة، كلها محروقة، سيروا شوفوها كلها محروقة. بغيت وليداتي يا ربي، أنا تكرمت بوليداتي، تكويت بوليداتي بجوج، ابنية كنقريها ب20,000 ريال، كنقريها في طيور الجنة في البريفي، كنخدم عليها باش تقرا. وليدات هاد الوليد خليها في الخيرية بشعب عبوها يجيبو، سد عليهم على ساعات المكانة، والويفي طرطق عليهم. وليداتي مشاو لي عبد الله، مشاو لي عبد الله. الله يعاونك، الله يعاونك. كانوا كيقولوا لنا مجموعة ديال الناس كيقولوا كيروجوا بأن ثلاثة ديال الوليدات اللي مشاو. لا خويا
جوج وليدات اللي بقاو في الدار سد عليهم باهم باش يجيب هذا الوليد من الخيريه. هذا الثالث. هذا هو الثالث اللي عندي ثلاثه باش يجيبو من الخيريه. جوج وليدات اللي ماتوا ليا هما اللي كاينين في الدار. هما الفكس ديالهم ما عمرها وقعت لهم. والفكس سد عليهم انا قتلني الويفي اللي غدرني. هو اللي غدرني شارجور ديال الويفي. شارجور ديال الويفي كنوصي الناس ما يديروش الويفي. كنوصي الناس يحضي وليداتهم في الشارجور. كنوصي الناس ما يديروش الويفي نهائيا. ما عندهم ما يديروا بالويفي. راه غير حرمهم من الكبده ديالهم.